يا استاذ وليد، في حاجه مهمه عايز اتكلم فيها مع حضرتك. الموضوع المتعلق بانه ما نراه هو نتاج، هي الرؤيه الاخيره او الرؤيه اللي يمكن وراها خطوات كتير. احنا بنتكلم عن دوله بتمتلك الان من القدرات وبتمتلك الان من السياده ومن القرارات ما يمكنها من انقاذ اي مواطن بيحمل جنسيتها على أي مكان في العالم. إحنا هنا بنتكلم عن مجهود مش قليل. أنا مش بتكلم عن المجهود في هذه الخطوة أو طبعًا. في هذه العملية العظيمة، لا، أنا بتكلم عن المجهود على مدار السنين اللي فاتت اللي مكنت الدولة المصرية الآن من هذا المشهد اللي إحنا شفناه وبنفخر بيه كلنا. طبعا مصر الآن، مصر استعادت المكانة والمكان في الإقليم وحول العالم. مصر رقم مهم الآن في معادلة السياسة الدولية والإقليمية، وده مشاهد كثيرة ممكن يعني الأمثلة برضو في الوقت لا تكفي لطرح هذا. لكن الدولة هي مصر دولة كبرى، دولة قادرة، ودولة في نفس الوقت رشيدة. معيار القدرة هو أن القرار المصري سهل تنفيذه بأيادي مصرية 100% وقتما تقتضي الظروف ووقتما توجه القيادة السياسية. مسألة حفظ حياة المواطن زي ما قلت لحضرتك، احنا مصر الدولة القادرة تحفظ الأمن القومي في الإقليم وفي العالم، وبالتالي تستطيع مصر، أو ترجمة معيار القدرة أو ترجمة مفهوم القدرة هو أن مصر بالتالي زي ما هي استطاعت حماية أمنها القومي والاستراتيجي من محاولات مختلفة الفترة الماضية، ومحاولات كانت يعني على قدر عالي من الخطورة، فهي في نفس الوقت قادرة على حماية أي مواطن يحمل باسبور، يحمل جنسيتها على أي نقطة من بقاع الأرض. هذا كلام مؤكد يعني تشير إليه الشواهد وتؤكده الأفعال. مصر الآن دفعت دولة أفعال ليس دولة أقوال. شكرا لحضرتك. طيب شكرا استاذ وليد، احنا طبعا بنشكر حضرتك على طرح هذه المعلومات وهذه كتيرة مهمة جدا وهذه التفاصيل. لكن لما كنت بتكلم مع حضرتك منذ قليل عن الرسائل، كان في رساله يعني محتاجه اقف عندها شويه مع حضرتك. هي رساله متعلقه بانه بيوصل للمواطن غير الفخر وغير الشعور بالامان ثقة في مؤسسات الدولة. هنا أنا بتكلم، مش بتكلم عن المواطن المصري حتى في الخارج أو في أي دولة بتشهد أي صراع، أنا بتكلم حتى عن المواطن المصري هنا اللي شاف هذا المشهد، اللي بيقول إنه أنا عندي دلوقتي ثقة في مؤسسات بلدي، كل مؤسسات بلدي اللي قدرت انها تقوم طبعاً يا إيمان بعمليه ما قدرتش تقوم بيها دول كبرى. دول كبرى ما قدرتش تقوم بيها، وده كمان اللي شفناه وتابعناه في يمكن على الاخبار وعلى السوشيال ميديا. شفنا صور تقريبا عمرنا ما شفنا حاجه بالمنظر ده، ان الناس اللي عالقين على الطائرات واللي بيجروا في المطار وفوضى ويعني كانت حاجه. انا عايزه استاذ وليد يكلمنا عن هذا الشعور، الشعور بالثقه في المؤسسات. هو كان موجود من في اكتر من موقف، لكن كيف تم تأكيده خلال هذا المشهد؟ التأكيد زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. يعني لو احنا بنقارن بين صورتين، صورة الطائرة المصرية العسكرية التي هبطت في مطار كابل، خدت المصريين وطلعت بأمان وسلام لإيصالهم إلى أرض الوطن بثبات شديد، بتنسيق شديد، بدقة عالية، بلا صخب وبلا إعلانات وبلا مثل يعني، ومقارنة بالطائرات التابعة لدول كبرى بيركب عليها الفوضى في إطار الفوضى. الطيارة الأمريكية كانت طالعة من مطار كابل، نفس المطار، والناس عليها عالقين على الأجنحة وعلى ديل الطائرة، وهذه مشاهد يعني كانت الحقيقة مثيرة للعطف ومثيرة للاستغراب في نفس الوقت. الفوضى في إجلاء رعاية الدول الأخرى، أشكال كتيرة شفناها في المواقع الخبرية وشفناها على السوشيال ميديا. لا أعتقد أن المواطن المصري استعاد ثقته في دولته، عليه أن يكون على الأجيال الجديدة كمان أن تكون يعني حريصة أستاذ جدا. أستاذ